شاء الله باذن الله ترافقوا لي في هذا الفلوغ، تمشيو معايا لاصال، تشوفوا وليداتي كيتريني وتشوفوا كل شيء معايا ان شاء الله باذن الله، نتوما معايا مرافقين. فوالا، السلام عليكم حبيباتي، فلوغ جديد، نهار جديد، حياه جديده حبيباتي. كنقول لكم كلكم حاولوا انكم تدي ولادكم لاصال، يديروا سبور، يتبعوا شي حاجه اللي هي زوينه حبيباتي. اليوم فلوغ جديد من ان شاء الله من قناه جليله ام زولا حبيباتي، غادي ترافقوني لاصال اللي كيتريني فيها وليداتي ان شاء الله باذن الله. غتشوفوا معايا كل شيء حبيباتي، اي حاجه هي ان شاء الله مفيده للجسم ديال الدراري، مفيده لينا حنايا براسنا، اننا نعتمدوا على وليداتنا انهم يعتمدوا على نفسهم. من قناه جليله ام زولا حبيباتي، انا دابا موجوده في لاصال مع الكوتش عصام ديال وليداتنا. عصام ايت بيصور لي كور اكستراوردينيري لي بغا وليداتو تعلم. شنو سميت هاد الرياضه؟ هادي سميتها الاميما. هاد الرياضه سميتها الاميما، رياضه غنيه عن التعريف، رياضه مشهوره بزاف. هاد الرياضه هادي كتخلي كتعطي للناس واحد الثقه في النفس، لان فيها واحد المزيج من الرياضات، عندها موي تاي، كيك بوكسينغ، فيها جيدو، فيها جرابلين، فيها جيجيتسو برازيليان. يعني هاد الرياضات كاملين كيتلعبوا الفوق وكيتلعبوا في الصول في الارض. وهاد الرياضات هادي ولا فيها بطولات الحمد لله. يعني الدراري قدروا انهم كلهم ان شاء الله داروا مجهود وعطاوا كل ما عندهم، اكيد ان شاء الله يشاركوا في البطولات. انا ما قراش وليداتي حتى هما يكونوا من ضمن هاد الارباع ان شاء الله باذن الله. هي كتحفزك انك تكون بطل، الرياضه كتحفزك تكون بطل، يعني على حسب التدريب اللي كتاخذها من المدرب ديالك، زائد انها كتعطيك واحد القوه وواحد الثقه في النفس. هذيك الثقه في النفس كتخليك تحس بواحد القوه لداخل. انا بعدا كنقول لكم غير اجوا عندي عصام ايت منصور، كل طاب الحياه زوينه، الرياضه زوينه، اكيد سبور اكسترا. ملي كيكون واحد الانسان خالو، تيكون واحد الانسان يعني مثقف، انسان يعني مثلصال. اشطاري اشطاري اشطاري، الصحافه اشطاري، ياك الاخ اشطاري في داري، اشطاري في داري. هو معنا اليوم في بلاصه اليوم. الاسم ديالي عصام ايت منصور، مدرب في رياضه الام ام اي ورياضه كمال الاجسام وكذلك رياضه اخرى. بغينا نديرو اليوم تعريف على رياضه ديال الام ام اي، اللي هي كتعني ميكسد مارشال ارت، اللي بالعربي كيقولوا الحرب المرصليطه. هاد الرياضه هادي فيها مزيج من الرياضات، منها موي تاي، كيك بوكسينغ، كيوان، زائد الجيدو، الجرابلين، والجيجيتسو برازيليان. هاد الرياضه هادي عندها واحد الشعبيه كبيره في الدول الاوروبيه، كذلك امريكا وروسيا والمغرب، اللي دخلت لي في 2010 بصفه قانونيه. كانت تبناتها واحد اللجنه وطنيه، كانت اللجنه الوطنيه ديال لايت فري فايت والام ام اي، اللي هي تحت اللواء ديال الجامعه ديال الجيدو. والحمد لله بفضل هذه اللجنه هذه كنت التنظيمات اللي كانوا كيبطلوا ديال البطولات، كنا كنرفعوا بطولات سواء في المدينه ديالهم ديال الدار البيضاء او لا سلا. وكنشوفوا معنا اليوم الحاضرين في الحصه ديال اليوم، كنشوفوا الابطال منهم ابطال دوليين وكذلك وطنيين، ابطال اللي كانوا يشاركوا في بطولات في مصر، وكذلك بعض الاخوان اللي مشاو لتركيا وروسيا ما حضروش معنا اليوم، كذلك بطولات وطنيه اللي تمثلات في كازا وكذلك في مدينه ديال سلا. وبالفضل ديال الابطال وكذلك ديال السفر ديالهم والتدريبات ديالهم اللي كيتلقاوها، زائد السفر ديالهم للرياضه، الحمد لله قدروا انهم يوصلوا لواحد المستوى مزيان. وهذا الشيء هذا عن بكري، تقريبا في السنوات ديال 2014، ابتداء من 2014 باش انخرطنا مع اللجنه الوطنيه، وحنا كنشاركوا في البطولات، والحمد لله بفضل مجهودات كيفما قلنا ديال الابطال، كنا كنحصلوا على الرتب الاولى
وكذلك الثانية ما نقولوش كنا كلشي كان كيربح، ولكن الحمد لله كان كلشي كيشارك، كان عنده كلشي أنه يتريد، كان كلشي باغي أنه يوصل، والحلم ديال أنه يلعب هذه الرياضة هذه ما كتهمهمش الرتبة، وإنما كتهمهم أنهم يمارسوا هذه الرياضة هذه ويكونوا وحدين من العائلة ديال إنما صالي فامل. وكنشكروا الإذاعة قناة أشطاري فانسكاب على الحضور ديالهم، بفضل الأخ عثمان المراسل المناضل الشريف اللي الحمد لله كنلقاو ديما على مقربة معنا في أي تظاهرات. Yeah.
يلا هزار يلا يلا برافو برافو كوتش عصام ما كاينش الرحمه كاين لونطريمان الخدمه طلع اهبط طلع وكيراقب كبير وصغير ملي كيدخل لاصال ما كيبقى لا صديق لا حبيب لا ولد لا حتى شي حاجه حتى ولدو تبارك الله راه هو مع وليداتي ومع وليدات كاملين تبارك الله صلى على النبي دا 6 ديال الميداليات و 6 ديال الكؤوس وشارك في عدة بطولات بفضل كيرجع لبابا عصام الكوتش عصام كيراقب كل شي شو بنتي كتبغي تغش كيعقلش عليها ما كيرحمهاش كيعجبني انا هكاك يعني ما كيحنش فيهم ما كي يبقاوش فيه علاش بغاهم يوصلوا بغاهم يفلحوا بغاهم يكونوا جادين مزيانين تكون واحد النتيجة ان شاء الله بإذن الله يوصلوا المبتغى ديالهم هما وياه بجوج بفضل الكوتش عصام المجهودات اللي كيديرها معاهم ان شاء الله يوصلوا البطولات اللي بغاو يكونوا ديما الطوب مزيانين هاد النوع تاع الرياضه حبيباتي زوين بزاف 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 لان تيعلم الدراري الاعتماد على النفس قلت لكم ساكن على راسهم شحال صعيبه ولكن مزيان 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 طوب مزيان الرياضه الصراحه زوينه يا ريت رجعت بينا الايام حنا نيت الوراء تحنا وكنا درنا لاصال من الصغر ديالنا وتبعناها وكملنا وكنا درناها في الصراحه ما كملناش كره تحنا درنا اختصاص ديال شي رياضه وشاركنا في بطولات وطلعنا وصلنا الفوق ولكن كاع الامنيات اللي بغيناهم نشوفهم في راسنا كنشوفهم دابا في وليداتنا ان شاء الله باذن الله يتحققوا الله يرفع علينا هذا البلاء هذا الوباء راه نتوما كتشوفوا لاصال كتشوفوا خاوي ماشي بحال اللي موالف كيكون عامر الاكتظاظ اصلا يعني مسافه الامان ملي كيبغي يدخلوا لاصال التعقيم والدوش ما كاينش في لاصال حبيباتي علاش باش هاد الوباء ما ينتشرش وهذا المرض كيتريني ويجيو هنا للدار ويغسلوا ويدوشوا شو كيفاش كيتكاو على راسهم على راسهم كيتكاو على راسهم وكيخدموا واحد الصرامه
تبارك الله. صلى على النبي عليه. جدي فقد الخدمة ملي كيكون في الداخل في لاصال في الحلبة كيكون صافي، كيعطي كل ما عنده المجهودات، كيخدم مع الدراري بزيان. شكرا لك أستاذ عصام، شكرا على المجهودات ديالك، شكرا لك بزاف، الله يجازيك بالخير ويخليك لك. كتجي يوم صعيبة صعيبة بزاف والله. حركات دابا غادي يلعبو مجموعين، يبداو واحد مع واحد، يعني داك التدارب كلها ان شاء الله باش كتعطي نتيجة. مش ملي كيجي واحد مع الاخر كيكون استافد وكيكون دار داكشي كلشي اللي اعطاه الكوتش عصام، تيكون كله خدا داك التدابير كاملة خداها ووصل بها النتيجة. هاجر يا اختي تاني، هال ابو دام مع صاحبو كلهم كتلاحظوا حبيبتي انهم خداو من عصام. زيد 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 زيد
بيان بطل فوالا فوالا بيان جو سيت 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 سكراش 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 بوم 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 ستوب تبارك الله ها تبارك الله وصلنا بالمجهودات ديال عصام كوتش معنا اش كاين ياك اشطاري معنا الصحافة اشطاري اليوم معنا الصحافة اشطاري جاي يصوروا العصام هذا الشيء ان شاء الله باذن الله حبيباتي جينا للاخر ديال لا فيديو فضلا وليس امرا بارطاجي باغ الاهل والحباب والصحاب اللي باقي ما ابونيش معايا تابونا جيم كومونتير